عرفنا انه هو خبر يعني محتاج ندردش فيه شويه ونستوضحه، يعني انه وزاره الزراعه قالت لك هنحظر بيع الدواجن الحيه. فيعني ايه؟ يعني كل اي فراخ هتشتريها هتبقى اللي هي الفروزن المجمده، وانه الدواجن الحيه دي لن تدخل لا القاهره ولا الجيزه. طيب ايه يا وزاره الزراعه السبب في ده؟ منع انتشار الامراض. بس في نفس الوقت قالت انه هنوفر كل الامكانيات عشان الناس اللي بتشتغل بقى في مجال الدواجن ده تقدر تتجه الى العمل في مجال الدواجن المبرده والمجمده. فانا بطلع قرار بقول لهم اوقفوا العمل في الدواجن الحيه، بس في نفس الوقت بوفر لهم منفذ اخر عشان يشتغلوا منه، عشان الناس دي ما تقعدش في بيوتها من غير شغل. طيب السؤال اللي هيجي على بالك، دواجن مجمده ومبرده يعني على طول مجازر، هل عدد المجازر اللي عندنا كافي؟ وزاره الزراعه ردت على السؤال ده وقالت نعم، عدد المجازر اللي موجود عندنا كافي، وقالت انه قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحيه كان بالفعل معمول فيه في 2009 و2010، لكن وقف بعد ثوره يناير 2011، وان ده قانون مهم جدا لانه معظم الامراض اللي بتتناقل ما بين الدواجن بتتم بسبب الذبح خارج الاماكن المخصصه. تعالوا نتكلم عن تفاصيل اكتر لها علاقه بهذا الخبر. معانا الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بكم منا وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. إزاي حضراتكم في الغرفة شايفين هذا القرار، وهل ما ذكرته يعني المصادر الرسمية من وزارة الزراعة إنه مع هذا القرار وفرنا مصادر أخرى وإمكانيات للمزارعين أن يتجهوا للعمل على الدواجن المجمدة، وإنه عدد المجازر كافية؟ هل كل هذا دقيق أم عند حضراتكم وجهة نظر أخرى؟ هو كل المقصود مش التربية مش المربين، هو المقصود كل أصحاب المحل التي تقوم بتداول الدواجن الحية في المحل والأسواق. هو التشريع بيقول كده أو القانون بيقول كده، منع تداول الدواجن الحية بالمحل والأسواق إلا من خلال الأماكن المرخص بها من الوزير المختص والتي تحت الإشراف البيطري الكامل. بيحط تحتها 10 خطوط، تحت الإشراف البيطري الكامل. تحت الإشراف البيطري الكامل يبقى أنا هشرف على المنظومة بالكامل من أول ما تيجي من المزرعة حتى تصل إلى المستهلك، وده بأمن صحة المواطن اللي أنا مفروض كدولة أأمن هذه الصحة. دي نمرة واحد. أولاً أنا عن نفسي شخصياً أنا بؤيد هذا الكلام، لأن أنا أول واحد نادى بهذا الكلام في 2006 وقلت لابد أن يتم منع تداول الدواجن الحية. وحينما أتت إلي انفلونزا الطيور، الوحيد أيضاً اللي ساعد محلات الدواجن اللي هي تم وقفها، احنا وجدنا لهم 7 مليون جنيه ووزعناهم على كل المحل، حتى المحل اللي حتى جاب لي ورقه بيضاء مكتوب ان انا صاحب محل ادينا 1000 جنيه، مش من عندي، الدوله اللي دفعت الكلام ده كله، يعني الدوله عضلت المحلات. النهارده لما يطلع تشريع يقول منع التداول، انا بؤيد هذا الكلام ولكن بضوابط محدده. اذا كنت انا عاوز اعمل الكلام ده، حضرتك اتكلمت عن المجازر، المجازر عددها يفي، ولكن مشكلتها ان هي غير موزعه توزيع جغرافي جيد. دي نمره واحد. نمرة اتنين، بالنسبة لموضوع العينات. طيب ممكن لحظة قبل رقم اتنين يا دكتور، ممكن سؤال؟ نعم. في رقم واحد؟ اتفضلي. نعم. بخصوص المجازر، حضرتك قلت انه مشكلتها انه ليست موزعة جغرافيا بالشكل المناسب. نعم. عندي سؤال، هل لدينا العدد الكافي من الأطباء البيطريين في هذه المجازر؟ لا يستطيع أي مجزر كائن من كان أن يقوم بالجزر إلا في تواجد الطبيب. خلي بال حضرتك، لو انا عندي مجزر وذبحت بدون وجود الطبيب، بيتم مصادره البضاعه وبيعها ليا مره ثانيه، رغم ان انا جنب المحل اللي بيبيع ومخالف والطبيب ما بيروحش له. شفت بقى الجزئيه؟ وانا عايز افهم الناس جزئيه مهمه جدا، هذا التشريع مش ضد المحلات يا جماعه، احنا عمليه تنظيميه، واحنا مع المحلات زي ما قلت حضرتك من اول 2006، واحنا قلنا لابد اذا كنا عايزين نطبق لابد اولا ان نقوم بتوفير البديل المناسب لصاحب المحل، لانه هو فرد في المجتمع، الدوله منوطه ان بتوفر له العيش الكريم. طب يا دكتور، في ناس كتيره تقول لحضرتك طب انا ما بحبش اكل ولا اكل ولادي الفراخ الفروزن المجمده. احنا مش هنتكلم عن المجمد خالص، هنتكلم عن الفراخ الفريش المذبوحه الطازجه والتي صلاحياتها 6 ايام. احنا بنتكلم على هذه فقط لا غير، انا مش هعمل فرخ خالص ولا هتكلم على الدق. يعني القرار ده يا فندم، القرار ده معناه ايه؟ ان انا مش همشي في الشارع الاقي محلات بتبيع فراخ حيه صحيه؟ من المفترض، من المفترض، وانا عايز اقول لحضرتك، حضرتك سافرت ولا ما سافرتيش بره؟ سافرت بره. طيب. هل لقيتي في اي محلات
موجوده بتبيع الدواجن بره كله في ثلاجات مرتبه. كنا احنا عاوزين نحسن من وضعنا، مش معنى ان انا عايز احسن من الوضع بقول المفروض الاول تعمل كذا. يا سيدي خلني خطوه، خليني اخد خطوه من الخطوات السباقيه من خلال بس ما اقدرش بصالح صاحب المحل اللي لازم ان انا اعيش عيش حياتي. ده القضيه الاساسيه ان الناس معترضه. القرار مش جديد، قرار من 2009 مطبق كان بيه في 9 وفي 10 والنهارده بنتكلم عليه. احنا عاوزين مهله، نقول لو احنا ادينا الناس مهله سنه اقول لك عايزين كمان سنه، لو قلنا كمان سنه يقول لك كمان سنه، لان هم الناس العام الغالبيه العظمى من الناس يا عم تقدر تطبق ايه؟ ولا هتطبق ولا تعمل. لا ده كلام المشكله الاساسيه اللي عندنا كلها. طيب سؤال اخير يا دكتور. نعم. حضرتك عارف طبعا انه في كل مجال في الناس اللي عندها ضمير وزي الفل، وفي الناس اللي ما عندهاش ضمير. نعم نعم. هل القرار ده مش ممكن مثلا يوقعني في حته انه يتباع لي فراخ على ان هي مدبوحه فريش وهي اصلا مستورده، او هي مش يعني ده مش من ممكن يحصل؟ المستحيلات ان حضرتك او فرخه مجمده جدا. لا الصوت قطع، معلش من رابع المستحيلات ايه؟ بقول ان الفراخ اللي تيجي مجمده ويتم فكها تبقى زي الفريش، مش ممكن. يعني قصد حضرتك شكلا عمرها ما هتبقى شبه الفريش المدبوح. يا دكتور، دكتور عبد العزيز، انا فهمت انه الدكتور عبد العزيز قال من رابع المستحيلات انه الفراخ اللي تيجي مستورده وفروزن تبقى شبه او شكلها شبه الفراخ المذبوحه فريش. طيب احنا كده بس عرفنا حال المجازر ايه، فكره التطبيق ايه، والهدف ايه من هذا القرار. عايزه اروح مع حضراتكم ليه او افكر بحضراتكم ليه